الكرة من هنالك من جانب الإيفواريين ورياض ويوسف في خطأ. يقول حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري آيق فرانك تدرب منتخب قطر. رياض محرز في تنفيذ المخالفة بعيدة بين أحضان الحارس. عيسى مندي يبحث عن الكرة البعيدة في اتجاه بغداد ولكن بعيدة تماما. راحت هذه مشفت كالتي اليسرى. هاي كرة قرادي لمسها رئيس وابن بولحي. اول كره من ماكس جرادل بيمنى سدد كره على رئيس ضربت في القائم بعدما لمسها رئيس وابن بولحي. نعم باصابع يده لمسها رئيس. لعبه رائعه من راجع. وين راجع يا رامي؟ وين راجع يا رامي؟ وين راجع يا رامي؟ وين راجع يا رامي وعدلان يخرجها من هنالك الكرة البعيدة بحثا عن بغداد. راح نخرجوا النفس الأول ما تخافوش. راح نخرجوا النفس الأول ويدل بينه وبين بغداد في انسجام وتناغم كبيرين. أنا يا يوسف يا عطال خذ ركوب خذ بالك. لولا خطيرة رياض بابا بابا كبار يوسف ورياض. رياض يراوغ ورياض يسدد. يا سلام راحت برا خرجت يا رياض. اول فرصة واول لعبة واول توغل واول براعة من رياض بالاستناد على بلايلي وبيسرى حطها على يسار الحارس. يا سلام يا بغداد يلحق الكرة بغداد. بابا خطيرة خطأ يكون حكم المباراة. ما تحتاج يا بغداد ما تحتاج من فضلك يا بغداد. يا باكايوكو يرجع لسانغاري مرة ثانية. باكايوكو طلبها. حذري 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 يتفوق بغداد. ورامي رامي رامي أرضية باغية. خطا ضدك يا رياض يقول حكم المباراة او ضدك يا بغداد يقول حكم المباراة. يوسف يوسف يدخل يوسف يوسف. يا سيدي يا سيدي الحكم هائلة من يوسف عطال وسفيان ورياض. بابا 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 شوف سفيان مع رياض وسفيان حتى لعطال انطلق كسام عطال حتى من كاس افريقيا يا بني. نعم صحتك اولى من اي شيء. الكرة في الركنية على المنتخب الإيفواري. لا 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 يا بن سبعين يا يا بن سبعين يا يا بن سبعين تلابح وعطال خرج لنا. يا بن سبعين يا يا رامي يا رامي يا رامي ان شاء الله يكون حكم لطيف شوية يعطي لهم بطاقة صفراء كل واحد. كرة صعبة تدخل من سفيان فغولي خرج الكرة ثم من هنالك بغداد. حذر يا سفيان من جرادل. جرادل وراحت ركنية. لا قال ضربة مرمى. يلا يا رئيس. لا بعيدة سلامات. لا بعيدة سلامات من سانغاري. هذا ابراهيم لاعب نادي تولوز ارتقى وبابا مازال وسفيان وسفيان يخرج الكرة ويستفيد من خطأ. محاربون فعلا بسماكم محاربين يعطي الصحة. لسماكم المحاربين مباراة. نحن نواجه كوت ديفوار. وجمال جمال بالعنف في الركنية لصالح عناصر المنتخب الإيفواري من جرادل. رائع
العريس قديوره بالراس اسماعيل بن ناصر فيه خطا. نعم منك يا اسماعيل، نعم فيه خطا. الكره لصالح قبو يرسلها بعيده تماما للامام بالراس وسهله لرئيس وهاب مبولحي منك ماكس جراديل. نظرتك يا رئيس وهاب مبولحي زميلك بهذا الشكل. أوه يوسف البلاي اللي اختطف الكره، يوسف راح، يوسف انطلق، يوسف أوه يا سيد الحكم عيني خرجته من المباراه يا راني، خرجته من المباراه هذا ويلفريد صاح. ينفذ التماس، حكم ماذا قال؟ عاود التماس، ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ آية كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول يا ريال، كرة جول. با 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 ضاعت. راح النجرادل، راح النجرادل. فاتي الكرة الأولى يا بغداد. رائع الكرة هذه ورائع التمريرة. شكون اللي أعطاك التمريرة هذه يا بغداد؟ من اللي أعطاك الكرة هذه؟ سفيان فغولي هو اللي رمى هذه الكرة. أوي 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 سفيان ولا جمال ولا ولا عن بغداد بنجاح. با 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 ضرب الجزاء، ضرب الجزاء، ضرب الجزاء. ينتظر الحكم، ينتظر الحكم. ليس هناك ضربة جزاء، ليس هناك، ليس هناك ضربة جزاء. أوي 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 حتى بالإعادة وما قدرش. آي 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 حتى أقول لكم جول، أغمضوا عيونكم وجول. لا 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 يا بغداد، لا يا بغداد، لا يا بغداد، لا يا بغداد. ليس من عادتك أن تسدد ضربات الترجيح بهذا الشكل، ليس من عادتك أن تسدد ضربات الترجيح بهذا الشكل. قلت لكم في العادة اللاعب الذي يعرقل ليس هو من ينفذ ضربة الجزاء. هذه الآن راح تشجع الإيفواريين، راح نمر بظروف صعبة في العشر دقائق اللي جاية، راح نمر بظروف صعبة لأنه يتشجعوا الإيفواريين يقول لك جاتنا فرصة. معليش يا بغداد، معليش. اسجد لله واحمد الله واستغفر الله. تبقى عزيز علينا يا بغداد مهما كان الحال. كولي بالي، كولي بالي، كولي بالي. أو لا لا هذه لعبة في العمق خطيرة. وجمال العب يا يوسف، العب يا يوسف. تسترجع حتى نتنفسوا، حتى نلتقطوا أنفاسنا، حتى نسترجعوا لياقتنا، حتى يوجه جمال بالماضي. جزري سفيان، سفيان وبابا خطيرة. بغداد والله بغداد، 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 بغداد. ويخطئ هنا يقول حكم المباراة لصالح دفاع المباراة. صعبة 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 صعبة. وإسماعيل بن ناصر يتفوق وفيه خطأ ليوسف. يلا يا يوسف، يلا يا يوسف، يلا يا يوسف. الكرة خطيرة والله. ضامي يوسف بليلي مع رامي يلعب انه نرجع الجهه اليمنى مع كوجا 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 كوجا. في وقت كنت اقول باننا بدانا نتنظم، نتنظم وبدانا نتحكم في المباراه والايفواريين تعبوا. رجع كوجا من كره واحده وعدل النتيجه. معلش معلش، اول هدف تتلقاه الجزائر في هذه البطولة بعدما سجلت 10 أهداف. يتمكن في نهاية المطاف جوناثان كوجا. يوسف بليد يرفع كورة. رائعة من يوسف بليد. ألم يدخل رياض، رياض الأول، أول رياض دخل، رياض مثلا رياض. ودفاع دخل رياض، دخل رياض، رياض رياض. يلعب بنية وصلت ليوسف، دخل يوسف. لا لا يا يوسف يا بلايلي بالاستناد مرة ثانية على بغداد. يوسف لبغداد وبغداد ليوسف، ويوسف في السماء. جوج لاعبين صاروا ثلاثة. رياض يرجع للخلف ناحية عدلان، عدلان ورانا محرز في هذه اللحظات.
خيار جمال بن ماضي ويدخل. هل هو أندي دولور؟ زوجي لأنه أن قد يكون هناك وقت إضافي عبر هدم الناس ولي. دولور نخلوه للوقت الإضافي. رانكيسي والكرة البعيدة يا رايس يا رايس يا رايس يا رايس. هائلة الكرة هذه من جمال بن عملي مع الرايس وابن بولحي. الوقت الرسمي سينتهي بعد ثواني فقط. هدم مازال هدم هدم يا ياي لمسة يد. من فضلك يا سيدي المخرج خلينا من بغداد ونجر خليه يتألم لوحده خليه يبكي لوحده خلينا مركزين على المباراة من فضلك. بعيدة بحثا عن يوسف بلايلي وسفيان وهيدا من يوسف بلايلي سفيان سفيان والله يوسف بلايلي وسفيان فغولي كورني مرة ثانية وعدان قديورة يخرجها كورني وعدان. يلا يا اسماعيل يا بن ناصر يلا يا اسماعيل يا بن ناصر يرفع كرة هيلا ولالا يا اسلام. هائلة التوزيعة من اسماعيل بن ناصر. صعبة وصعبة 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 وزفان بصعوبة يخرجها. الحكم يقول ضربة مرمى ضربة بيار ضربة قبل كورني وجمال وكورني وجمال ودخل كورني ودخل كورني. اولا لا يا زفان اولا لا يا زفان اولا لا. يوسف يتوغل يوسف يلعب من هنا كرة خطيرة اسلام بابا 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 يا سلام اسلام يا سلام. هائلة من اولا لا خطأ خطأ وكرة جول خطأ وكرة جول خطأ وكرة جول خطأ وكرة جول. الدقيقة المئة وكومارا نال البطاقة الصفراء. أندي ديرور سيتولى التنفيذ أم يا سلينب. حطها يا أندي في الجول حطها يا أندي في الجول حطها يا ديرور حطها يا أندي في الجول حطها في الجول. يا 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 كاد يضعها في الجول أندي ديرور. يا سلام يا سلام. قول صلاح المنتخب الجزائري رامي يستعد رامي دخلت رامي ودخلت دخلت الكرة الأولى من أمام الحارس سيلفان جبو. كم هو رائع عندما تسجل الأولى يا رامي مميز ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله ولاعب ما شاء الله وحطها في الجول بدون ضرب بعيد حطها في الجول. فرانكيسي على يسار الحارس رايس وهاب مبولحي بروعة سجلها. خليني نقول لكم بروعة. اسلام يتقدم اسلام وحطها في الجول روعة حطها في الجول روعة. اسلام سليمان يا سلام. خايف كورني هو اللي خايف كورني هو اللي خايف كورني حطها في الجول كورني حطها في الجول. يعني تعادل في كل شيء حابين تودونا في 60 داهية هكذا كل شيء تعادل في اللعب وفي في الفرص وفي كتلة قوة كتلة إرادة كتلة عزيمة كتلة إصرار كتلة جزائرية حارة وقوية جدا. هذا أندي دولور بقوة حطها شوف زملائهم اللي راهم تعبانين زملائهم اللي وكأنهم ينتظرون التضييع. بوني ضيعها بوني ضيعها قلت لكم زملاء ينتظرون التضييع. بوني 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 ضيع ركلة الجزاء يا جمال ضيع ركلة الجزاء بوني يا جمال. هادموا الناس هادموا الناس وجول هادموا الناس وجول. فرصتان الآن ينقذها الرئيس أو يسجلها الخامس. سجلناها يا بغداد نتأهل. يوسف بلايلي يوسف بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي ماذا فعلت يا بلايلي ماذا فعلت يا يوسف. غايبة كايوكو غايبة كايوكو غايبة كايوكو غايبة كايوكو وضيعها وتأهلنا يا سلام وضيعها وتأهلنا يا سلام. الله أكبر على الجزائر بجدارة واستحقاق وامتياز بشكل بطولي يتأهل الخضر يتأهلون المرة السابعة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا. تأهلوا بعد فوزهم الخامس يوم الخميس في الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر. خموس جبرين عليكم. يبدو أن حكاية الجزائريين حكاية متوقعة.
متواصلة مع الخ